السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الثالث إعدادي، مرحبا بكم في مادة الـ SVT. إذا في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى الحصيلة العامة للملف مهم جدا من بين الملفات المهمة للغاية في السنة الثالثة إعدادي، جهاز الدوراني، الدم والجهاز الدوراني، لا سيركيلاسيون سانغين. عندنا لا سيركيلاسيون جينيرال اي لا سيركيلاسيون بيلمونير باش نفهمو بشكل جيد. وعلاقته بالجهاز الهضمي، لا ديجيستيون الهضم. المهم خاصنا نعرفو بأن الدم هو ناقل، الدم هذا السائل الحيوي جدا مهم جدا، هو ناقل. من بين الوظائف ديال الدم ناقل الغازات التنفسية، الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وكذلك المواد القيت لي نيتخيمون، ولا ننسى كذلك الدور ديال اللمف. تاهو اللمف تاهو ناقل المواد القيت، خصوصا الأحماض الدهنية والجليسيرول إلى آخره، ولكن اللي تهمنا أكثر هو الدم. المهم اجي نشرح لكم دابا معنى ديال لا سيركيلاسيون بيلمونير، بعدا هي اللي تكون بسيطه جدا. المهم القلب راه تنقسم الى نصفين، كاين المحرك الاول، كاين المدخل الاولى، وكاين المدخل الثاني، اللي كيعملين في نفس الوقت. ما تنساوش القضيه هذه، القلب هي عباره عن مضخه تتعمل في نفس الوقت. شرحت لكم الفيديو بشكل مفصل، يمكن لكم مراجعة هذا الفيديو في القناة ديالنا. المهم هاد لا سيركيلاسيون بيلمونير راه تجمع بين القلب والرئتين، كيفاش العمل؟ المهم خاصنا نعرف بأن أي أورغان، أي عضو من أعضاء ديال الجسم راه ولابد بيسير يكون من الخلايا. هاد الخلايا كيف ما تيتبان لكم هنا، الخلايا راه مهمة جدا في هذا العضو، فهمتي؟ يعني تشكل هذا العضو. الخلية دائما هي محتاجة لمواد القيت بشتى الأنواع ديالها، مواد القيت وكذلك الغازات التنفسية بالخصوص الأكسجين لإنتاج الطاقة. تتأخذ الجلوكوز مثلا من مواد القيت، وتتأخذ الأكسجين من الغازات التنفسية، وتتنتج لها الطاقة، ولكن من بين المخلفات ديالو ثاني أكسيد الكربون كذلك بقية. إذا هناك في هذا العضو تكون بلازما، تكون مثلا هذاك لو ميليو انتيريور مع الوسط الداخلي، تكون فيه البلازما، تكون فيه هذاك اش يقولوا ليه لانف انترستيسيال، وكل لنف كاناليزي. لنف انترستيسيال هو هذا، هذا السائل هذا بي خلوي، فهمت؟ واللنف هذا هو اللنف بالاخضر. سوف نتحدث ان شاء الله حول الدور ديال هذا اللنف في هذا الفيديو نيت. المهم بيسير خروج الدم عبر الاورده، هادو تيسمو لي فين، الكبد كذلك، البعد الدقيق كذلك الى اخره. المهم ينتقل الدم من الاعضاء ديال الجسم، مثلا من اعضاء ديال الجسم نحو القلب عبر الوريد الاجوف السفلي والوريد الاجوف العلوي، تيسمو بالفرنسيه كما قلنا لكم سابقا دي فين كاف سوبيريور، فين كاف انفيريور، كاف انفيريور معنى الاسفل، وكاف سوبيريور معنى الاعلى. بيان سور تيكون عندنا واحد الدور ديال القلب هنا في ضخ الدم الى هذا يسمى الشريان الرئوي، فهمتوا؟ فوالا هذا تيسمى الشريان الرئوي، تدخل الى الرئتين، أو تكون بياسين مشبع ب ثاني أكسيد الكربون، ما نساوش تزامنا مع النصف الأيسر من القلب، بياسين راه يعملين في نفس الوقت. واخا هذا تسمى الشريان الرئوي، تسمى بالفرنسية أغتيغ بيلمونيغ،
يذهب إلى الرئتين على حسب التسمية، سيركلاسيون بيرمونير معناها عنده علاقة ما بين القلب والرئتين فقط. الدورة الدموية خاصة جدا، علاش الدورة الدموية؟ باش يتجدد الدم، مناش باش يتخلص الدم أولا من ثاني أكسيد الكربون ويتجدد بالأكسجين، شي ضروري كدا يعني أونتخي دو أوكسي دو ديوكسيجين إلى سورتي دو ديوكسيد الكربون، هادي هي لا ريسبيراسيون، التنفس، ظاهرة التنفس، فهمت؟ خروج ديال الدم من الوريد الرئوي، ما تنساوش هذا يسمى الوريد الرئوي، فان بلمونير، تكون مشبع بي، هو الوحيد اللي تكون مشبع بي الأكسجين، هو الوحيد، الوريد الوحيد اللي تكون مشبع بالأكسجين، لأنه يعني غادي القلب، في نفس الوقت يكون هناك مضخة ديال القلب، تلاحظوا هنا، لا سورتي ديال لو سون في لا سورتي هنا خروج الدم عبر الشريان، عبر الشريان عبر الدخل المناعة المهم جدا الرئيسي، الشريان الرئيسي هو الشريان الأبر إلى باقية بيان سو الضغط هنا تيكون مرتفع جدا، فهمت الضغط يكون هنا مرتفع جدا جدا جدا، بيان سور تنتقل من الشرايين الى شرايين اصغر، من شرايين اصغر الى هذوك الاورده الدمويه الدقيقه الى الاعضاء، ومن ثم بيان سور تيكون بالنسبه للخلايا مهم جدا لانه تيكون فيه مواد القيت، هنا في الدم تيكون فيه مواد القيت وكذلك الاكسجين، وهي محتاجه بالخصوص الى مواد القيت. المواد القيت اما تتخدم من خلال هذا شي لاحظتو هنا شي لاحظتو هنا دابا هذاك الحقن الدهنيه بيسير من خلال الامعاء الدقيقه، تيكون عندنا واحد اللمف، هاد اللمف تنقل الاحماض الدهنيه ماشي الجليكوز ولا لا الاحماض الدهنيه الى القلب، هنا تتلقى هو داك شي اسمه الوريد الاجوف العلوي، هنا فاش يكون هناك مرور ديال الاحماض الدهنيه، الاحماض الدهنيه هنا تندمج مع الدم ثم تقذف من خلال هذا الشريان الرئوي ثم تعود الى القلب من خلال هذا الوريد الرئوي ثم الى باقي الاجسام الى الخلايا، صح هناك خروج الدم من الكبد مشبع ب ثاني اكسيد الكربون، لاحظتوا هنا رفوا الكبد هي ستوكاج اي ريديستريبيسيون ديال نيتريمون، هنا تكون خروج كذلك بعض المواد من غير ثاني اكسيد الكربون ولكن كاين مواد اخرى، مواد لقيت اخرى تكون مخزنه هنا، حيت الجسم الانسان تيكون مفقود مثلا الجليكوز غادي ياخذو من الكبد، تيكون هناك واحد النوع ديال الانقسامات من خلال الكبد تاخذ الجليكوز من السكريات من هنا الفيتامينات فيتامين الاملاح المعدنيه الى اخره، تكون هناك ستوكاج، هذا هو خاص بالكبد، هو خاص بالستوك ستوكاج اي ريديستريبيسيون دي نوتريمون، تيكون وفره الدم تيكون موفر على هنا تيتحول الى شحوم، ثم اذا كان هناك طلب على المواد القيت الكبد تلبي ذلك خلال هذا العروق او الاورده، اذا فهمنا جيدا هاد لا سيركيلاسيون بيرمونير، فهمنا جيدا العمل ديال لا سيركيلاسيون جينيرال، كما تعرفوا هذا فهمتي، اذا هادي فوالا هنا الخلية، هنا الخلية بالضبط إيشانج سون لنف سيلول، شي لاحظتو هنا الخلية، هنا تكون هنا الديشي، هنا تكون الأكسجين، نعطيك هنا الأكسجين، هنا تكون خروج ديال الفضلات من خلال هنا، تطرح الفضلات في هاد الأوردة. ويتم امتصاص الاكسجين ويتم خروج الاكسجين وكذلك مواد القيت من خلال هذه الشرايين.
الأكسجين بلس نيتريمون، هذايا هنا الديشي. من فوالا فوالا كور ميز ان مومون دو سون، كور ميز ان مومون دو سون، كور هي مدخل للدم، وهذا ميليو انتيريور معناها وسط داخل الجسم، وهذه تسمى انتري دي زاليمون، انتري داليمون من بعد ابسوربسيون انتستينال، معناها امتصاص خلال المعدة الدقيق. إذا نكتب بهذا القدر، خدينا معلومات كثيرة حول الجهاز الدوراني والدورة الدموية والدم إلى آخره. المهم خصكم تعرفوا بأن المهم هما لي زارتير، لي زارتير هما الشرايين، ولي فين هما الأوردة، ولي كابيلار هما الشعيرة الدموية. Voilà, les observations montrent deux constitutions principales du sang. Le plasma de couleur jaune et le thème qui est le plasma. Forme la partie liquide du sang et contient des molécules dissoutes et des cellules sanguines, parmi lesquelles on trouve les hématites, c'est-à-dire les globules rouges. Globules rouges, mais le corps est hamar. Et les leucocytes, globules blancs. Vous voyez que globule blanc, mais tu vois, je sais. Tu connais le globule rouge. Il est un plasma. Tu connais les hématites. Vous voyez au savaïr. Je sais, au savaïr, c'est moyen, mais les plaquettes. C'est moyen, mais j'ai bien essayé de ce qu'on fait de nous. Il me semble être tôt. C'est ce les filaments de fibrine. Il me semble être tôt. بون هادشي اللي كاين دابا حاليا، يمكن لكم الرجوع الى درس خاص بكم الدوره الدمويه والدم والدوره الدمويه ولا الجهاز الدوراني وتستافدوا اكثر. المهم هادشي اللي شرحت لكم دابا مهم. اذا نلتقي بكم في جهاز اخر مهم جدا، هو الجهاز البولي من بين اصعب الاجهزه، والمهم فيه هو ان نستفدوا من المعلومات المطروحه فيه. وخا الى اللقاء، الى الجهاز ان شاء الله سوف نطرق للجهاز البولي بشكل دقيق وفيديوهات هادفة. شكرا لكم والى اللقاء.